إفريقيا يا برتقالي، هذه الجملة اللي كيرددها الجمهور البركاني والجمهور المغربي بشكل عام. دعم الفريق نهضة بركان في لافينال ديال لاكوب دو كونفيديراسيون ضد فريق الزمالك المصري. الطاقم ديال ام اف ام سبور حضر هنا لمدينة بركان باش يدعم فريق الار اس بي، وكذلك نقول لكم كل كبيرة وصغيرة عن أجواء هذا اللقاء، أجواء ديال الجمهور وكذلك عملية بيع التذاكر. هادشي كامل في هذا الفيديو، يلا معانا. السلام عليكم اخوان، انتم دابا جيتوا تقطعوا لي بي، كيفاش دايزه العمليه ديال اقتناء التذاكر؟ هناك التذاكر كاينه، يعني الجماهير البركانيه حاضره، تيكي ما كاينش، مسؤولين ما كاينينش، تنظيم ما كاينش، يعني المسؤولين الامن ما كاينش، يعني هناك انا تشوف الجماهير البركانيه حاضره ولكن مسؤولين ما كاينينش. واش لي تيكي اللي سالاو على حساب ان التيران صغير ولا كاينه شي قضيه اخرى؟ حنا نطالبوا يعني تيران صغير، يعني كيهز 8000 متفرج، هو يقول لك يمكن غادي يهز 12000، ولكن التيكيات ما كاينينش دابا. دروك حنا جينا قالوا لنا مع العشرة، دابا رانا نستناو، هي دابا راها الزوج ديال النهار، يعني رانا في حاله كارثيه. حنا نتمنى المسؤولين يكون شي تيران كبير، يعني راه تزيد لقدام. النهضه البركانيه راه عندها فريق كبير وراه تزيد لقدام قاريا وفي البطوله راه معروفه. عندنا رقجع راه داير خدمته الحمد لله، اللهم لك الحمد، واخا كان بعد الصفحات الالكترونيكيه كي يناقدوا يعني القجع هذه. راه كره، راه ملعبين الكره، القجع راه رئيس بين الكره المغربيه، ولات الروح ديال الكره ديال المغرب راه في الاندماج. الحاجة الأخيرة ديال مرتضى منصور، واش كيبان لك أنها تقدر شوية تقيس اللعابة ديال نهضة بركان في الماتش ديال غدا؟ لا لا، الهضرة خاوية كما نقولوا صافي، ولكن حنا عندنا القجع اللي رد عليه بواحد الأسلوب راقي وطريقة حضارية، يعني كلام زوين في المستوى. شحال كتوقعوا في الماتش؟ 3-0. كانوا الوداديين كيتوجوا كاس مور كاس، علاش ما كناش كنحاسبهم ولا كنقولوا بانه علاش الوداد غير هي اللي تاكل، غير هي اللي مدينه كبيره، كاين مدن صغار، كاين مدن عاشقه باغيه تبان، باغيه ماشي ديما بركان وديما اي فريق. انا كنتمنى اي فريق معمرو توج معمرو شاف يبانوا يظهروا ويثبت راسو. الماتش ديال غدا اول مره في الفينال، يعني اول فرقه في المغرب الشرقي كتلعب النهايه نتاع الكاف، ونتمناو ربحها 3-0 ورابحينها، علاش لا، حنا كنقدو لها. الصفاقسي قسينا الصفاقسي هنا بالريمونتادا ونقيه، وهانونا هانونا هانونا الصفاقسي هانونا الصفاقسي، معليش. وحنا مرحبا بالجماهير المصريه وخوتنا، مرحبا في فطراتنا في ديورنا، ومرحبا بهم، و3-0 ان شاء الله. الحاجه جاي تقطع اليوم باش تفرجي غدا في بركان؟ جيت نقطع ومن الصبح وانا من 9 نتاع الصبح وانا هنايا، حنا نستناو نحرقنا بالشمس. كيبان لك في الماتش ديال غدا شحال كتوقع؟ توقعنا ان شاء الله يجيبوا 4-5 كاع، حنا كاع 5 كامله، 5 كامله ان شاء الله، وانا كاع نفرحوا معاهم بركنا ديالنا ان شاء الله. ورحنا تعجينا فرحانين، وجبت ولادي وراني جبت حتايا انا باش نقطع. هذا العام الكاس ديالنا ان شاء الله، غادي الا ربحنا غادي نربحوا كاع، ما تكرفصوش عليهم واحد الربعه ولا ثلاثه، بركه عليهم. كبير هذه شرفيه حتى تدي بركان كاس الكاس ديالنا ديال لافريك. 5-0 ان شاء الله، هادشي اللي بغينا حنا.